يسأل عن الصيام بعد نصف شعبان يا شيخ. نعم. هذا يسأل يقول عن الصيام بعد نصف شعبان. قد أخرج أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لكن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة قال هذا الحديث شاذ، هذا حديث شاذ لا يعمل به. أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وثانيا أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهذا يدل على جواز تقدمه بإيش؟ بأكثر من يوم أو يومين. والصحيح أنه لا نهي عن ذلك، أي عن الصيام بعد النصف من شعبان، إنما النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولكن بقي أن نسأل، هل صوم 15 من شعبان وحده هل هو من السنة؟ نقول وردت فيه أحاديث، ورد أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان، وفي فضل القيام ليلة النصف من شعبان، وفي فضل صوم يوم النصف من شعبان، لكنها أحاديث ضعفها أكثر أهل العلم. وأنتم تعلمون أن العبادة دين، إذا لم تثبت بدليل شرعي يلقى به الإنسان ربه يوم القيامة فإنها لا يعمل بها. وما دامت الأحاديث في هذا ضعيفة فإنه لا عمل عليها. ولكن من صام أيام البيض في شعبان كما يصوم أيام البيض في غيره فهذا لا بأس به ولا حرج عليه. وكذلك أيضا من أكثر الصوم في شعبان أكثر من غيره فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان أكثر من غيره.